يعد الفريق من جديد للواجهة، يحتاج لدعم مادي ويحتاج الآن ميلان لهدف ليسجل الأسبقية، والهدف يأتي، الهدف يأتي عن طريق خطأ من مدافع أتلانتا، هدف عكسي لميلان والميلان يأخذ الأسبقية. تتغير نتيجة المباراة، الميلان يتمكن من إيجاد منفذ، الميلان تروفاري لابورتا يجد مرمى أتلانتا من خلال عرضية مونتاري، شوف العرضية، حاول إبعاد مدافع أتلانتا، يغالط الحارس كونسيلي، الإعادة من جديد لهدف ميلان العكسي، شوف الإعادة، شوف الإعادة، بيليني، بيليني هو من أخطأ مدافع أتلانتا، يغالط الحارس كونسيلي، عكس تحرك حارس مرمى أتلانتا، الكرة جون دال توماسن والميلان فاز 3-2، وجون خطير لأتلانتا، وحاولة خطيرة قد تعلن عن التعادل، ولكن كرة تشيكاليني تنتهي لركلة مرمى ريتسولي. حكم اللقاء في حديث مع ديونج الهولندي، إصابة كارمونا صاحب السبع رئات هكذا يلقب الشيلي، وأمامنا التورو الذبابة ليحاول اقتحام دفاع ميلان، ويا سهل اصطياد شباك الحارس ميليا، المهاجم خير مانتينيس امامنا، وكارمونا وفيها تهور من كيفن كونستون اللي داس على كارمونا ميليا، امامنا الاعاده تهور فيها كونستون، هي ركله جزاء، ركله جزاء 100% بالفعل، وان كان يعني في اخر لحظات عرفنا ان ريتسولي احتسب ركله جزاء، ركله جزاء لاتلانتا وخيرمان دينيس في مواجهه ميليا، دينيس هل سيدرك التعادل ويصعب المهمه؟ خطا فادح من كيفن كونستون يتسبب في ركله، وركله قد تعيد اتلانتا المباراه وتصعب المهمه، قرار صائب 100% من ريتسولي، رغم ان ريتسولي استمر اللعب واستمرت الهجمه، ممكن يكون السافره تاخرت، ولكن ركله جزاء 100% 100% على هذا التهور واضح من كونستان، لكن كيف سيتعامل الدبابه؟ هل بمقدوره ان يضع الكره داخل الشباك ويتفوق على ميليا؟ اما ان الكلمه ستكون لحارس مرمى ميلان، هل ميليا سيكون الموقد؟ يتقدم دينيس، ودينيس يسجل التعادل لأتلانتا، 1-1، أتلانتا يدرك التعادل، وخيرمان دينيس يغالط حارس المرمى ميليا، يسجل الهدف رقم 13 لهذه المرة من نقطة الجزاء، مستغل خطأ فادح من كونستون اللي تسبب في عرقلة كارمونا، 1-1، النتيجة متعادلة، والان الامور عادت لتصعب لميلان، تصعب من جديد بهدف التعادل لخيرمان دينيس، 1-1، هدف في كل شبكه، اتلانتا يعود للمباراه، هل بمقدور فريق اتلانتا ان يحقق؟ ميكسيس يرتكب خطا، خطا للصراحة اتلانتا، والكره تنفذ بسرعه، كرة من ناحية خيرمان دينيس، دينيس ينطلق الآن، خيرمان دينيس في محاولة خطيرة لأتلانتا، وآخر كرة في المباراة، ميلياتشو التسديد من بعيد، وهدف ولا أروع، ولا أروع ولا أشمل من بريانسا، كرة مفاجئة من شارب، إفراد من بريانسا، يسجل هدف قاتل، يقتل بها ميلان في الوقت اللي توقعنا فيه، نتيجة المباراة ستنتهي 1-1 في الوقت اللي شفنا فيه كورة ارتدت من القائم بعد تسديدة والأروع من بالوتيلي، ولكن التسديدة اللي لا تصد ولا ترد هي كورة بريانزا، شوف الإعادة، آخر كورة في المباراة، بريانزا يغتال الميلان، بريانزا يتمكن من توقيع على كورة ثانية في آخر لحظات اللقاء، إذا أتلانتا يتمكن من انتزاع انتصار على ميلان، غاب موندو يناير 2008.